بمناسبة عيد الفطر أتمنى لكل الأمة الإسلامية وأينما كانت متواجدة عيد فطر سعيد مبارك للجميع، وأيضا كل عمال مجمع الشروق للإعلام والنشر من كل بكل فروعها، عيد فطر سعيد لكم أنتم مشاهدين الكرام أينما كنتم. نتمنى أن تكونوا هذا العيد قضيتوه في أو في كنف عائلتكم في صحة في عافية. نتمنى أيضا أن الله يرفع علينا هذا البلاء ونمر إلى مستقبل إن شاء الله يكون أحسن من هكذا. لا أنسى أن أهنئ عائلتي، عائلة وافي في ولاية بسكرة، عائلة قري، عائلة الأخوال، عائلة قري في بسكرة، من كل فرد فيهم. كذلك أخص الوالدين الكريمين ربي يحفظهم ويطول في عمرهم إن شاء الله، الإخوة أيضا وولد أخي جاسم وافي. جاسم هذا ابن أخي، أتمنى لك ربي يحفظك وإن شاء الله ديما بالصحة والعافية وعيد سعيد. على بالي راك تشوفي الآن كل من يعرف رمزي وافعي سعيد، نتمنى لكم الخير والله يرفع علينا هذا الوباء. تحية أيضا خاصة لكل سكان بسكرة، نتمنى لكم عيد سعيد مبارك إن شاء الله. شكرا. بمناسبة عيد الفطر نقدم تحياتي لكل الأمة المسلمة، نقول لهم صحة عيدكم وكل عام وأنتم بخير. وما ننساش عائلتي الكبيرة عائلة تدريس وعائلتي صغيرة شناز ونعيم والزوجة الكريمة، كل عام والجزائريين بخير. وما ننساش ناسي وحبابي المتواجدين في حي باب الواد كروبتان، نقول لهم صحة عيدكم وكل عام الجزائر بخير. نقول لكم معليش هذا العام عيدوا في ديركم ما تخرجوش، صحة عيدكم. صحة عيدك زميلتي في الله، صحة عيد كل الجزائريين والأمة الإسلامية، صحة عيد العائلة الكريمة، عائلة بوقفة، عائلة كاضاب، الوالد والوالدة إن شاء الله ربي يرجعهم سالمين من طيار الغربة. صحة عيد الأحفاد، لؤي، أفنان، ولاء ويانيس، عيدكم مبارك. عيد مبارك لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. العيد تحت سنة جاء في ظروف استثنائية جراء فيروس كورونا، لكن إن شاء الله الله عز وجل يرفع هذا البلاء، إن شاء الله الله عز وجل يرفع هذا البلاء في أقرب الأجل، ونتمنى كل الصحة والعافية للشعب الجزائري. ونوجه بالمناسبة تحية للعائلة الكريمة عائلة عيد قاسم، نتمنى لهم كل خير وصحة، عيدكم كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بأحر التهاني إلى عائلة خربوش الكبيرة، أخص بالذكر هنا والدي حفظهما الله، وإلى أفراد عائلتي كلها، إخوتي، أخواتي، أعمامي، أخوالي، وأيضا إلى عائلتي الصغيرة زوجتي وابنتي صفية جنة. كما أتقدم بأحر التهاني إلى عائلة بوشلاغم صغيرها وكبيرها. وفي النهاية أود أن أوجه رسالة إلى الشعب الجزائري، ابقوا في بيوتكم ونسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء وربي يشفي جميع المرضى. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بحر التهاني لكل الأمة الإسلامية والعربية وكذلك الشعب الجزائري بهذه المناسبة السعيدة. نتمنى من الله عز وجل أن يعوده علينا بالخير والرخاء والطمأنينة إن شاء الله، ويرفع علينا هذا البلاء في أقرب وقت بإذنه تعالى. طبعا نهنئ عمال قناة الشروق فردا فردا، كذلك أهنئ عائلتي في مدينة بئر العتر صالحي، وكذلك العقلة المالحة وتبسة، وإلى كل سكان ولاية تبسة، ولكل أصدقاء من قريب أو بعيد، كذلك أصدقائي في الولايات المتحدة الأمريكية سفيان، وكذلك كمال في فرنسا، وغيرهم من الذين أعرفهم ولا أعرفهم، وتحية للجيش الأبيض ولكل عمال قطاع الصحة ولكل أسلاك الساهرة على
سيرورة الحياة في الجزائر. صحيتكم، صحيت كل الجزائريين، صحيت الجزائريين بالمهجر والجزائريين أيضا العالقين في الخارج، يعني اللي ما قدروش يلتحقوا بالأرض الوطن بسبب جائحة كورونا. عيد مبارك إن شاء الله ينعاد علينا بصحة ولهنا، وإن شاء الله ما تكونش كما العام اللي كما هذا العام، يعني إن شاء الله نكونوا نعيدوا صنبافات بلا خوف ونعيدوا الأهالي ديالنا. تحية كبيرة، أود أن نعيد فقط الجيش الأبيض عمال الصحة، نقول لهم كل عام وأنتم بخير ودمتم رجال ونساء الوطن. تحية كبيرة أيضا لعمال الصحافة رجال ونساء الإعلام اللي سهروا على راحة وراحة المشاهد الكريم، وتحية أيضا للأسلاك الأمنية وكل العمال والعاملات اللي يعني اللي ضحوا بنفسهم باش تكون باش توقف الجزائر على رجليها. إن شاء الله تحية كبيرة لعائلتي، عائلة شابوني، تحية للمينياس يعني ميدونياس، وإن شاء الله العام الجاي إن شاء الله نكونوا أحسن، إذا كانت في الليل عمري باقية إن شاء الله نكونوا أحسن من هذا العام. بمناسبة عيد الفطر المبارك نقدم تحياتي إلى جميع الأمة الإسلامية والعربية عامة، وإلى عائلتي الكريمة لفامي تركي في الحراش في بسكرة أينما كانت، لوالدي الكريمين بابا وإما، نقول لهم ربي يطول عمركم إن شاء الله، وإلى خياتي وأخواتي وخويا محمد ولاده وزوجة ديالو منير وآلاء، وتاني نهني بالمناسبة هذه خويا محمد خويا خالد بمناسبة الزيادة البنوتة ديالو تسليم لي انضمت العائلة، ونقولها تربي في عزنا إن شاء الله. ومنساش تاني أختي نسيمة وعائلة رابيدي وزوجها رضا والبنوتة إيلين وإياد، وعائلتي صغيرة لفامي يوسفي وزوجي ولادي مرام وملك وابني العزيز محمد منير، نقول لهم ربي يحفظهم لي إن شاء الله، وجميع الأحباب واللي يعرفونا، ونطلبوا من ربي سبحانه إن شاء الله ينحي علينا هذا الوباء. فيروس كورونا هذه السنة حرمنا من لمة العيد ومن أجواء وفرحة العيد، لكن نستغل هذه المناسبة عبر شاشة الشروق لأحيي كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك إن شاء الله، كل عام والجزائر بألف خير. أحيي بالمناسبة كذلك الوالدة الكريمة، نقولها كل عام وأنت بألف خير. أحيي أخي رضوان وأولاده جنى ومهدي، أختي أمال، سارة، أسمعان، سماح، وأيضا أخي أيمن. أحيي كل العائلة الكريمة وكل أهلي في ولاية أندية، تحية طيبة وكل عام.